من الاول غريب الضرايب وني عقول الناس الحب. تحية الغزلاتي بوسة كبيرة شجنة الأغنية تجي على القلب. فارس أحلام آخر مرة آخر مرة شوف أختكم راه دايرة الصوبة اليوم. تحية كبيرة للغزلاتي وانا درت لكم اليوم الفيديو ديال التكريم اخيرا من بعد واحد الربعات السوايع ديال المونتاج باش نقلب على كاع داك الشيء اللي كان كل شيء مشتت هذاك التصوير ما نقول لكمش. وبغيت نقول لكم بالنسبة للجزائريات رانا كنحسبكم بحالكم بحال المغربيات رحنا خاوة وحنا خوت وزعما راه ماشي درتها بالعاني ولا شي حاجه والله كنت متوتره منين قلت المغربيات راه ما كنتش حتى راجلي ما شكرتوش باش تعرفوني كنت متوتره طبعا رانا كنت كنقصد يعني المراه المغاربيه المراه العربيه بصفه عامه غير هادشي ما قلتوش لانني بصراحه كنت متوتره ولانني اول مره كنوقف قدام الجمهور وكنت كما راكم عارفين انني كنعاني من نوبات الهلع. المهم هادشي ان شاء الله ندير فيديو خاص ونهضر لكم شي على نجاوب على بزاف ديال الاسئله اللي كيطرحوا. وبالنسبه للنوبات الهلع البنات ما غاديش يعرفهم كاع الناس يعني اللي ما كتعانيش من النوبه ما غتعرفنيش علاش هضرت وما غتعرفش اشنا هي الهلع ما عنده حتى شي علاقه باشنو كما قلت لكم ما عنده حتى شي علاقه بالحفل ولا بالكلمه ولا بشي حاجه. النوبه ملي يجيوك الاعراض ديالها انا كانوا جاوني في الصباح وكنت خفت ملي يجوني وانا واقفه قدام الجمهور داكشي اللي كان قاضي عليا داك ان شاء الله انا كيف ما المهم كنشارك معكم بزاف ديال الحوايج مازال نشارك معكم حتى الناس اللي مهتمين بهذا الامر ولا كاين بزاف ديال الناس كيعانوا منه ما عارفينش اشنا هو كيفاش تواجهوا كيفاش ماشي تتواجهوا كيفاش تقبل. طبعا كيف ما قلت لكم المرض يتقاوم ولكن النوبات ما خصش الواحد يقاومها لحقاش كتزيد تكثر بقاش بزاف ديال الناس شحال من واحد كيسد عليه في الدار ما كيبقاش يخرج ما كيبقاش يخرج وكيولي في اكتئاب كيولي حاجه اخرى ثاني كفس لان خاص الناس اللي تعانوا من نوبات الهلع ولا هذا القلق اعلى درجه القلق اللي هو كيولي تولد لينا بانيك اتاك الا واجهناه خاص ما خاصش تكون مقاومه. المهم البنات هذا واحد الموضوع راه كنت هضرت عليه شحال هذا كنت درت فيديو خاص وشرحته بالتفاصيل راه ما كاين لا دواء لا حتى شي حاجه راه كاين العلاج السلوكي المعرفي اللي ضروري جدا ان الواحد يعرف كيفاش يطبقوا على راسه الا كان يعاني من هاد النوبات. الا قاومنا الاعراض غير ما كتزيد خاصنا نتقبلوها خاص داك الخوف اللي تيجي من غير ماشي يجي من غير مصدر تيجي بلا سبب خاصنا نرجعوا بحال شي صديق نبقاو نهضروا معاه وهذه هي الطريقه ديال العلاج السلوكي المعرفي اللي خاص بزاف. ومهم انا نقدر ننصحكم بالنسبه للناس الا كانت شي بنت كتشوفني في هاد الستوري عندها هاد المشكل كنصحكم بواحد القناه ديال واحد الولد ما عرفتش انا واش ليبي ولا جزائري ما عرفتش منين عند كانت يعاني من هاد النوبات هادو ديال الهلع. المهم ملي كان انا شحال هذا يعني العام اللي فات ملي كنت كنقرا ديك الساعه كان كيجوني كثر كنت كنسمع ليك قلت لكم ما عرفتش الولد منين بالضبط اسميته محمد نجمو ولا نجمو. هاد الولد هذا كان تيعاني من نوبات لمده ديال 8 سنين هو كيعاني وكيتعذب وجرب بزاف ديال الادويه ومن بعد دار تخصص في العلاج السلوكي المعرفي ولا هو كيعالج الناس واحد زعما طوب داكشي اللي داير في القناه ديالو. ما كنتمناش هاد عرفتي تهرس لك يدك وتهرس لك رجلك وما تجيكش شي حاجه بحال هاد النوبات هادو لحقاش تاثروا لك من بعد على السيستم ديال كامل الجسدي زعما الله يليك تبع لشي واحد. ودابا انا كنبربر عليكم غنتسنى الصوبه الطيب ومن بعد نمشي نتعشى وتهلاو ليا فراسكم بزاف وراكم ديما في القلب زوينه هاد الاغنيه عزيزه عليا.